أكد أندريس أنيستا أنه سيعتزل اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا، وذلك عقب نهاية كأس العالم المقبلة في روسيا. جاء ذلك في لقاء أجراه معه إذاعة كادينا سيارا. أضاف أنيستا أن قراره هذا بالرحيل أو البقاء مع برشلونة لم يتخذه بعد، لكنه سيكون قرارا شخصيا لا علاقة لإدارة النادي به نهائيا. هذا وعلق أندريس على موضوع الإصابات قائلا: إذا لم تبتعد عني الإصابات ولم أعد قادرا على تقديم 200% فلا يمكن أن أبقى. ختم أنيستا حديثه هذا بأنه يحترم فالفيردي والذي حاول منحه الثقة منذ قدومه، وسيكون هو أول من يعلم بقراره هذا. والحديث لأنيستا: أصدر نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي عقوبة الحرمان مدى الحياة على 5 من مشجعيه بعدم حضور مباريات الفريق. النادي ذكر في بيانه هذا أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب أعمال الشغب والتي اندلعت إثر خسارة الفريق أمام بيرنلي على ملعب لندن في 10 من الشهر الجاري. هذا وشهدت المباراة اقتحام بعض الجماهير لملعب المباراة بجانب أعمال شغب بين الجماهير. قدم نادي مانشستر يونايتد طلبا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل تشكيل فريق محترف للسيدات. هذا وقال الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي: ينبغي بناء فريق بصورة نفسها وبشروط ذاتها الخاصة بفريق الرجال، على أن تكون لاعبات أكاديمية النادي نواة حقيقية للفريق. أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عن صدام عربي في المجموعة الثانية بين الدفاع الحسني الجديد المغربي وممثلي الجزائر وفاق سطيف ومولودية العاصمة، ومواجهة بين الأهلي المصري والترجي التونسي في الأولى، بينما توزع حامل اللقب الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي على المجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي. دقت ساعة الحقيقة أمام 7 أندية عربية بعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. القرعة أسفرت عن صدام عربي في المجموعة الثانية، حيث سيلعب الدفاع الحسني الجديدي المغربي إلى جانب ممثلي الجزائر رفاق سطيف ومولودية العاصمة ورابعهم مازن بالكونغولي. المواجهة العربية حضرت في المجموعة الأولى التي وقع فيها الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب مع الترجي التونسي، والوافدين الجديدين تاونشيب البوتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي. الوداد البيضاوي حامل اللقب أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة التي سيتصارع فيها مع بطل النسخة قبل الماضية صن داونز الجنوب إفريقي مع توغو بور التوغولي وحوريا كوناكري الغيني. ممثل العرب السابع في هذا الدور النجم الساحلي التونسي سيلعب في المجموعة الرابعة مع بريميرو أوغوستو الأنغولي وزيسكو الزامبي وإمبامبان سوالوز من سويسرلاند. ولم تسفر قرعة الدور المؤهل إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لم تسفر عن مواجهات عربية مباشرة، حيث يواجه الرجاء البيضاوي زاناكو الزامبي، ويلعب نهضة بركان المغربي مع جينيراسيون كوت من السنغال، فيما يواجه اتحاد الجزائر بلاتو يونايتد النيجيرية. هذا ويصطدم شباب بلوزداد الجزائري بأسك ميموزا الإيفوارية. أيضا يلعب الهلال السوداني مع أكوا يونايتد النيجيري، فيما يصطدم مواطنه الهلال الأبيض بيونياو ديبورتيفا دوسونغو من موزمبيق. يواجه النادي المصري إذن مونانا الغابونيه.